يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وعدت رجلا بأن أستقدمه من بلده ليعمل لدي، لأنني كنت قد سمعت عنه الصدق والأمانة، ثم ظهر لي بعد ذلك بأنه رجل غير أمين، وهو الآن يطالبني بأن أوفي بوعدي وأن أستقدمه. السؤال: كيف أصنع بوعدي جزاكم الله خيرا؟ تبين خلاف، ما دام تبين خلاف ما ظننته فيه فليس له عليك أي دعوة، لكن أثبت إنه ما صار على المطلوب، أثبت هذا. نعم.